الله يعجز اللسان عن وصف هذا المشهد هذا هذه الفاجعه صراحه ضرات القصر بكل ما تحمل الكلمه من معنى يعني تضروا ناس ما يقارب قلنا 250 واحد اللي متشرده المنازل منهاره حتى المنزل اللي بقى كما قلت لك المنزل اللي بقى راه هي مساله وقت يعني المنازل انحرفت على المسار ديالها وعلى الاماكن ديالها راه لا حول ولا قوه الا بالله كيف ما كنشوفوا في بعض القنوات تم الجرد ديال الاحصائيات ديال الناس اللي تضرات وديال القصور والقصبات وديال يعني البلدان اللي تضرات كنسمعوا بلي تضرات ورزازات طاطا وزا التين غير ولكن ما سمعناش بتاتا اقليم زاكورا بالبت المطلق راه لا حول ولا قوه الا بالله كيف يعقل ان هذه المناطق اللي في البلد المنسي اللي راه ما كيشوف ما كيشوف فيهم غير الله راه لا حول ولا قوه الا بالله كيف ما قلت لك راه راه قصر بني سبيح متضرر راه بني سبيح تطلب الاغاثه بني سبيح قصر بني سبيح جماعه تاغونيت اقليم زاكوره راه كيطلب النجده في اقرب وقت والنجدة ديال السكن النجده ديال ديال الاطعام النجده ديال كل شيء يعني التطبيب راه لا حول ولا قوه الا بالله راه كاينين تدخلات ولكن راه لا تكفي راه لا تكفي صراحة، كيف يعقل أنه شحال غيصبروا هاد الناس؟ شحال غيصبروا في منزل واحد؟ كتلقى منزل فيه ستة ديال العائلات، 10 ديال العائلات، كيف يعقل كيفاش غيديروا في النعاس؟ كيفاش غيديروا في يعني في المراحيض؟ كيفاش غيديروا في الـ في, الـ في الأكل؟ كيفاش غيديروا؟ راه مستحيل، راه هادشي مستحيل. آه كيما شفتوا هاد التساقطات الأخيرة اللي كانت في مدينة ديال تاجونيت وخلفات واحد الخسائر كبيرة وخسائر اللي لا تقدر يعني ولا تعد ولا تحصى. احنا اليوم كنتواجدوا في القصر ديال بني صبيح اللي هو يعني فيه واحد الخسيره خساره كبيره في يعني عند الساكنه تشردوا العائلات ما عندهمش فين يباتوا ما عندهمش لا مأوى ولا لا يعني شي واحد اللي بهم بالاضافه لانه كاين واحد الخساره كبرى يعني عرفتها المنطقه ديال تاغونيت هو انها كانت كتعاني من الجفاف هذه السنوات الماضيه وكما شفتوا هذه النسبه الكبيره ديال الماء اللي, اللي ضاعت ولهذا كنا كنطالبوا وكنعاودوا كنطالبوا السلطات والجهات المختصه بانها تبني واحد السدود التليه من اجل حمايه هاد المنطقه وحمايه هاد النسبه ديال المياه اللي كتضيع والواحه في امس الحاجه ليها وكنتمنوا ان حتى هاد العائلات اللي مشردين وهاد الساكنه ديال المركز ديال تاغونيت والاحياء والضواوير انكم يعني غادي تحاولوا ما امكن انكم يعني يكون واحد مخطط مستعجل وخصوصا اننا مقبلين على يعني فصل الشتاء والكل كيعرف فصل الشتاء انه يعني بالحاله دي الجويه ديالو بالاضافه الى التلاميذ اللي هما مقبلين على الموسم الدراسي يعني اشنو غادي يديروا لا يعني ما عندهمش فين يباتوا فين يقراوا فين يعني الناس راه مشردين واحد النسبه ديال المئة ولهذا كنطالبوا وكنعاودوا نطالبوا السلطات باش تدخل يعني تدخل استعجالي لانقاذ ما يمكن انقاذه كنطلبوا السلطات المعنيه انها تقوم بالواجب ديالها الله يجازيكم بخير هذه الساكنه هذه راه لا حول ولا قوه الا بالله الله يجازيكم بخير كنطلبوا السلطات المعنيه انها تدخل في اقرب وقت راه الناس ما كانش فاش يكونوا ما كانش فاش يكونوا لا المياه بالنسبه للكهرباء تقطع عادي تقريبا على واحد لالين واحد لا واحد لالين لين ما كاينش تقريبا كاع الكهرباء ما كاينش الناس راه هي راه كدوي غير بالشمع غير بالشمع وما كاينش حتى الشمع ما كاينش قليل ملي كتمشي عند مول الحانوت م... لا حول ولا قوه الا بالنسبه للسلعه ديالو اصلا هويا راه اش أقول لكم راه ما شاء الله والله يدير تاون ديال الخير وكنطلبوا من الناس يدخلوا في اقرب وقت الله يجازيكم بخير عتقوا هذه المنطقه هذه الله يرحم لكم الوالدين، راه الناس بالنسبه للماء ولا قاع الملابس وراه ما, ما كاين ما, ما نقول لكم راه لا اله الله محمد رسول الله قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب